النادي الأهلي في كل مكان، ولسه مكملين مع حضراتكم الجزء الثاني من الجزء الحواري في الأهلي الليلة. زي ما كان موجود في الجزء الأول نجم من نجوم النادي الأهلي كابتن علاء ميهوب ضيفي وضيف حضراتكم، واحد من المدربين اللي قدروا يصنعوا تاريخ لكرة القدم أو كرة الخماسية بعد إنجاز رائع جدا في بيونس آيرس في الأرجنتين في الأولمبياد والحصول على البرونزية في مباراة أكيد كلنا تابعناها وشفناها ضد منتخب الأرجنتين، وبيحول الهزيمة إلى فوز وفوز مستحق كمان، وأول مدير فني في تاريخ مصر يرشح لجائزة أفضل مدير فني في العالم لكرة الصالة، واللي هيتم الإعلان عنها إن شاء الله في آخر السنة، يعني بنتكلم في حوالي أسبوعين ويتم الإعلان، ومعاه أربع مدربين علشان الجائزة تكون أفضل خمس مدربين في العالم. يكفينا فخرا إن واحد مصري قدر إن هو يكون موجود من ضمن الخمسة، سواء ربنا كرم إن شاء الله وقدر يفوز بيها، أو قدر الله ما حصلش نصيب وجوده من ضمن أفضل خمس مدربين في العالم، ده إنجاز ما بعده إنجاز لكرة القدم الخاصة بالسلطة. معايا ومع حضراتكم ضيفي الكابتن هشام صالح مدير فني منتخب مصر لكرة السلة. كابتن هشام ازي حضرتك؟ ازيك يا عمر، الله يكرمك. اخبار حضرتك ايه؟ طب منور. ده منور حضرتك والله يا كابتن. الله يكرمك يا حبيبي. اولا الف مبروك طبعا على الميداليه البرونزيه، بسم الله ما شاء الله كابتن، مستوى المنتخب واضح ان في يعني في قياده فنيه على اعلى مستوى، في تطوير، مدير فني بيذاكر كويس قوي. الموضوع مش عمر ما النجاح يا كابتن بيجي من صدفه، اكيد حضرتك عارف الكلام ده. فطبعا انا حابب بقى قبل ما نخش في المنتخب وفي الانجاز، عايز بس اعرف من حضرتك بقى تقول لي على مشوار حضرتك بقى في كره القدم، وازاي بدات وايه اللي حصل من الكره من الكره الحداشرات للكره الخماسيه، يعني سريعا كده قبل ما نخش. انا هقول لك حضرتك طبعا انا بشكرك طبعا على الكلام الجميل ده، وبشكر قناه النادي الاهلي، دي ثاني مره طبعا بعد ما رجعت من ده شرف لينا يا كابتن. لا ده شرف ليا طبعا، اي حد يتمنى ان هو يقعد القعده دي. اولا انا يمكن ابتديت كره في نادي الشمس، كنا كناشئ، وبعد كده تدرجت كده في الناشئين لغايه 17 سنه، وبعد كده انضميت للمنتخب. كان منتخب 19 سنه مع الكابتن فتحي نصير، وكان في لعيبه كبيره جدا، كان كابتن حسام البدري وكابتن ربيع ياسين واسماء كبيره جدا. كنت انا اصغر لاعب في المنتخب. حضرتك مواليد كام يا كابتن؟ انا مواليد 62. 62 يعني عندي 30 سنه. بس يا كابتن مش باين على حضرتك والله، يعني مش بتكلم عشان خاطر الشعر ابيض، لا انا بتكلم والله مش باين على حضرتك خالص. انا عامل بس صبغه بيضاء بس. بسم الله ما شاء الله كابتن، ربنا يديك الصحه طول العمر. فالحمد لله يعني ربنا كرمني، كنت في ناشئ في نادي الشمس، لعبت منتخب نادي الشمس، ولعبت كاس عالم مع كابتن علاء ميهوب وكابتن طارق ابو زيد وخالد القماش، ولعبه محترمه كبيره. لعبت كاس عالم في استراليا سنه 81 وانا في نادي الشمس، طلعت تاني كده النادي المصري خدني، كان ساعتها النادي الاهلي كان عايزني وبتاع، ما حصلش نصيب ورحت النادي المصري. وبعد كده كملت المصري سبع مواسم، وبعد كده لعبت سنه في المقاولين العرب، وبعد كده بطلت رباط صليبي، وبعد كده اشتغلت في التدريب بقى في ال11 في المنيا والشمس والمريخ. يعني انا اخدتها من تحت برضه. من تحت برضه خالص، وبعد كده اشتغلت بقى مدير فني للفريق ال11، كل الانديه اللي بقول لحضرتك دي، الالومنيوم والشمس والمريخ وسكر ابو رقاص. وبعد كده جت فترات كده من سنه 2000 كده اشتغلت مع كابتن عماد سليمان في الخماسي، عملنا سادس عالم قبل كده في الخماسي في غواتيمالا. وبعد كده اشتغلت لوحدي مدير فني لكرة الصالات من ابتدت من 2004، كانت في بطولة دولية هنا كسبت البرازيل في السيمي فاينال ولعبت فاينال وطلبت ضربات جزاء، كانت بداية شغلي وإنجازي في كرة الصالات. بعد كده 2016 كنت مدير فني للفريق الأول، رحنا كأس العالم وطلعنا ثامن العالم فرقة، كسبنا إيطاليا في دور 16 وكان ده إنجاز برضه قبل كده. والسنة دي الحمد لله ربنا كرمنا إن إحنا مسكنا فريق الشباب برضه، أنا والكابتن نادر والدكتور عادل حداد والكابتن هاني درويش كجهاز، وعرفنا نحصل على الميدالية البرونزية في الارجنتين من الارجنتين في مباراه خياليه زي ما حضرتك كده قلت من 3-0 ل 5-4. ده طبعا الحمد لله الانجاز ده طبعا ما حصلش قبل كده، لانك لما تيجي تعمل رومنتادا مع فرقه صغيره دي بتبقى معقوله، لكن طبعاً تعمل مع الارجنتين وصاحبه الملعب وصاحبه الجمهور دي اللي كان فيها رد فعل كويس الحمد لله لينا، وعرفنا ناخد ميداليه من هناك، واحنا ما عندناش كره صالات للسن ده، فالحمد لله عرفنا نعمل فرقه كويسه. واحنا دلوقتي الفتره دي بنستعد عشان الفريق الاول عنده تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم برضه. يعني ايه اللي خلى حضرتك من كره القدم حداشرات للخماسي؟ انا معانا حضرتك طبعا لعبت حداشرات وتوليت فرق في الدرجه الثانيه، وبدات الموضوع من تحت، واللي بيبدا دايما الموضوع من تحت انا عندي قناعه شخصيه ان هو بينجح قوي، علشان بيبدا صغير وبيتدرج لحد ما بيوصل للمكانه اللي بيقدر على حسب نتيجه شغله يوصل لها، فبيستحق ان هو يكون موجود. ايه بقى اللي خلى حضرتك تتغير وتروح لكره الصالات والخمس لعيبه في الملعب
والموضوع اصعب من الملعب الكبير طبعًا بكتير طبعًا. الناس ما تعرفش كده. لا لا، الناس فاهمه ان الموضوع سهل. لا، الموضوع صعب جدا. كل ما الملعب يضيق زي ما حضرتك عارف صح. الموضوع كبير طبعا وفاهم يعني، وانا متابعك من زمان والله، لعيب محترم والله حضرتك. فعايز اعرف بقى، نشرح كده للساده المشاهدين ايه التحول، وازاي حضرتك اخترت التحدي، وازاي مشيت فيه. بص يا كابتن، انا اشتغلت 11 كتير قوي. انا قعدت 4 سنين أو 6 سنين في الصعيد، 4 سنين في المنيا، واتنين في سكر ابو رقاص، وسافرت بورسعيد قعدت فيها سنتين، ورحت السعوديه ورحت قطر. فانا يعني سافرت كتير وتعبت كتير. فلما جت لي الفرصه بتاعت انا بتكلم بصراحه في كره الصالات، انا لغايه دلوقتي بيجي لي عروض 11 وبرفضها يعني بتاتا، لان انا الحمد لله شايف نفسي، او مش شايف نفسي، شايف ان كره الصالات مش واخده حقها، وما عندناش دوري، عندنا دوري ضعيف جدا بيطلع لعيبه كويسه. يعني انت عندك دوري ضعيف بيطلع لعيبه كويسه، بدليل انك سادس العالم، ثامن العالم في 2016، وثالث العالم في البرونزيه للشباب. يعني انت اصلا اصل الكره في مصر صالات، اللي هي زمان كانت اسمها الخماسيه. طب ازود على كلام حضرتك حاجه، فضل. ان كل شركات مصر في كل المستويات خماسي بالظبط كده، محدش بيلعب 11 خالص. بص يا كابتن عمر، دلوقتي اي شركه في مصر، انت قبل ما تلعب 11 كنت بتلعب فين؟ في الشارع. وانت بتلعب 11 بتلعب خماسي، وتهرب من المدربين وبتروح تلعب خماسي، وبعد ما بتبطل بتلعب خماسي لغايه لما بتمشي على بتاع خماسي. فهي كره خماسي في دمنا، وعندنا مواهب كبيره جدا، وحتى الان مصر بتفضل تفرز 11 وصغيرين وخماسي على مستوى عالي جدا. بس احنا يعني عايزين نتحرك شويه، نتحرك نعمل دوري قوي كويس. انت بتتكلم في الارجنتين عندها 2000 وشويه نادي، انت ما عندكش غير 12 نادي بتكسب الارجنتين، وهي عندها 2000 وكذا نادي، عندهم مسابقات من سن 14 لغايه فوق، انت ما عندكش مسابقه غير مسابقه واحده بس الفريق الاول، وبتعمل تعرف تعمل فريق شباب، وممكن تعمل فريق اول على مستوى العالم تاخد بيه ميداليه والكلام ده. انا قايله من سنه 2000 قلت الفرقه الوحيده الجماعيه في كره القدم او في اي لعبه ثانيه ممكن تاخد ميداليه في الاولمبياد او كاس العالم، قلت كره الصالات. الكلام ده انا قايله من سنه 2000، الكلام ده قايله من 18 سنه واتحقق سنه 2018. احنا منتخب مصر كره الصالات، او عامه كره الصالات في مصر، ممكن توصل للعالميه بكل سهوله، دوري قوي، امكانيات. مين اللي مسؤول عن تنظيم دوري منتظم او دوري قوي خاص بكره القدم للصالات؟ مين اللي مسؤول؟ الاتحاد المصري لكره القدم هو المسؤول. طب هل ما حصلش كلام مع سياده الوزير، مع كابتن هاني بريده، بعد ما حضرتك رجعت بالظبط، وان ازاي يتم تطوير اللعبه؟ بالظبط حصل الكلام ده اول ما رجعنا المطار بصراحه، الباشمهندس هاني بريده ومجلس الاداره كله استقبلنا اول ما رجعنا المطار على طول، ووعدونا ان هم يعملوا دوري قوي، وهيبقوا يشوفوا شركات، او يمكن اقربا طبعا برزنتيشن هي المسؤوله عن كره القدم في الاتحاد، هي اللي المفروض تقوم بالدوري ده. الدوري ده مش يعني مش اقل من اي كره، لان دي كره قدم الناس بتعشقها، وفي امل ان النادي الاهلي ان شاء الله يخش في كره الصالات دي. انا عندي امل وانا يعني وطلبتها قبل كده مع الكابتن ميدو، والزمالك برضو بيفكر هو يخش وبعد جواب. بس هو هي المشكله، النادي الاهلي لو عمل كره صالات كله هيعمل. تعرف حضرتك انا كان معايا اول امبارح فريق الاولمبيات الخاص، ايوه، القدرات الخاصه، أيوة. كان معايا كابتن فايزه، وكان معايا لبعض اللعيبه اللي كانوا موجودين، قالوا نفس الجمله، احنا عايزين دوري سيدات قوي. لو النادي الاهلي عمل فريق سيدات هو ده كله هيعمل. وانا طلبتها كابتن محمود الخطيب قبل كده على الهواء، وبطلبها منه تاني. يعني النادي الاهلي طول عمره بيمتع جماهيره، وكره الصالات دي متعه اصلا في حد ذاتها. لو اتعمل ماتش الاهلي مع اي حد، الصاله دي هتتملي على اخرها، وهتبقى في متعه وفي كوره، وفي هتبقى الناس هتتمتع. لان كره الصالات احنا بتوع كره، احنا ملوك كره الصالات والله. يعني احنا بعد ما رجعنا من ان شاء الله الحمد لله رب العالمين يعني من الارجنتين، تصنيفنا من نسيبك من النتائج ان احنا طلع، لا، تصنيفنا كلاعيبه كوره او فرقه كوره، احنا بعد البرازيل على طول، البرازيل ثم مصر في التصنيف الفني. كل الناس قالت يعني عدوا الارجنتين وعدوا روسيا وعدوا العراق وايران وكل الفرقه دي، احنا طلعنا نمره 2 بعد البرازيل في الكوره، في الاداء الفني، مصر بعد البرازيل على طول. كابتن هشام، ازاي منتخب مصر تم انتقائه في الوقت اللي حضرتك بتقول فيه ان احنا هنا عندنا عدد قليل من الانديه، عكس الارجنتين اللي عندها كم كبير جدا من الانديه اللي موجوده، كم كبير من اللعيبه. ازاي حضرتك بدات المسيره في اختيار لعيبه للشباب؟ طبعا في الاولمبيات حضرتك تروح بيهم الاولمبيات وتوصل بيهم للمستوى الفني اللي مش انا بس شفته، كل جمهور مصر شاف قد ايه لعيبه منتخب مصر اللي شاركت في الاولمبياد على قدر عالي جدا من النضج والفهم الفني داخل المباريات في الاولمبياد.
انت جامد قوي بصراحه. ليه يا كابتن؟ انت بتتكلم في نقط 10 على 10. والله يا كابتن. لا والله على فكره والله يعني انا حابب ان انا قديم كمان انا عارف خلي بالك كل انا حابب اتكلم مع حضرتك والله فعلا في القصه دي علشان النظام الخماسي اللي هو مش مدينه حقه ده حاجه مهمه جدا وموضوع كده. صعب جدا جدا, جدا جدا جدا. وبعدين احرف الناس اللي بيمتعونا كابتن محمود عبد الحكيم ده كره خماسيه في واحد تاني فاحنا بنتكلم حضرتك طبعا على مستوى تاريخ مصر فاحنا بنتكلم على ناس يعني عفاريت كوره زي ما بنقول بالظبط كده. كان في اي بص حضرتك اي دوره خماسيه كان دايما في دورات خماسيه بتتلعب في الانديه في الانديه في الجزيره وفي اليوبلس والشمس وفي الاهلي وكان الاهلي انا بحضر محمود عبد الحكيم كنت صغير الملعب لما بيلعب كان بيبقى متقفل متقفل الناس كلها بتستنى اليوم اللي محمود عبد الحكيم يلعب بالظبط كده بالظبط فعايز اعرف بص احنا الاول يعني اتقال لنا ان انتوا خلاص خلي بالكم انتوا كمان سنه وهتخشوا بطوله شباب اولمبياد وفي تصفيات افريقيا فعايزينكم تعملوا لنا فريق احنا ما عندناش دوري للسن سن 18 سنه احنا ما عندناش دوري ليه اصلا فعلاقتنا بالمدربين على مستوى مصر كلها باسكندريه احنا معانا الفرقه متقسمه 5 لعيبه من اسكندريه وخمس لعيبه من او 6 من اسكندريه واربعه من القاهره يعني معظم الفرقه من اسكندريه كلمنا مدربين اسكندريه كابتن رمي احمد بتاع اسكندريه بصراحه الراجل عمل معانا واجب بعت لنا عربي 2 ميكروباص هنا بتوع اسماعيليه قلنا تعقرة من كل الأندية قلنا تقريبا في الفترة دي من هي أول 6 أشهر قلنا بتاع 1000 لعيب 1000 لعيب بيلعب كرة 11 ليس له علاقة بأي حاجة بكرة يعني الصلاة. كمان يعني اللعيبة اللي جم لحضرتك في البداية هم لعيبة كرة قدم 11 ما لهمش علاقة بس هم كانوا بيلعبوا في الشارع بس كده مع أصحابهم وهو ده اللي عفوه عن خماسي يعني ابتدينا معاهم بقى بعد ما صفيناهم وصفيناهم ل 20 لعيب ابتدينا نشتغل بقى بداية يعني ايه اصلا كره الصالات يعني ايه قوانين كره الصالات يعني ايه تحركات كره الصالات يعني ايه حضرتك بتعلم من كي جي 1 يعني حضرتك بتعلم كي جي 1 في تحضيري هو ده احنا اشتغلنا قبل الكي جي 1 الموضوع كان صعب جدا جدا بس ربنا كرمنا بصراحه ب 10 رجاله عايز اشكرهم يعني كانوا بيستوعبوا السن ده كمان بيستوعب بسرعه اللي بتديه له بياخده بسرعه ابتدينا انا والكابتن نادر المدرب العام اللي معايا اشتغلنا على النقط المهمه اللي احنا نوصلهم للتكتيك اللي احنا عايزينه والبدني اللي احنا عايزينه البدني 20 دقيقه و20 دقيقه دي قاتله لان الوقت بيقف لما الكره بتطلع بره الوقت بيقف انت بتلعب 20 دقيقه كلها سبرنتات وكلها انا عايز اعرف الفرق ما بين تدريبات البدني الخاصه بكره القدم للصالات او كره الصالات والبدني طبعا بتاع الملعب ال11ات كلنا عارفينه وكلنا بنشوفه لكن عايز اعرف من حضرتك ايه الفرق ايه الجوانب اللي حضرتك بتركز عليها اكتر هل بتركز على العنصر والقوه دي هل السرعه واحد. انا عايز اعرف من حضرتك انت بدات صح لازم قوه لازم العضلات دي تبقى فيها قوه في تحمل سرعه دي بقى لازم تبقى موجوده عندك على طول لانك انت على طول سبرنتات رايح جاي وتحمل اداء بالكره انك ممكن تمسك الكره تفضل تباصي وتتحرك كتير يعني انت شامل كل كره القدم والبدني بتاع كره القدم كله موجود في الخماسي شوتنج بتعمله دي هي اسمها القوه المتفجره الشوطه دي اسمها القوه المتفجره طبعا. اللي هي اقوى حاجه بتعملها في الملعب اللي هي الشوط بيبقى عندك شوتنج وبيبقى عندك كله دريبلات عندك كله تحركات على الضمه والخلفيه والاماميه انت عليك بتغير اتجاهاتك وسرعتك في اي وقت في اي لحظه في الثانيه يعني ممكن في الثانيه تغير اتجاه مرتين ثلاثه فشغلي بدني ده يعني مش اي ما سوري انا الشغل البدني موجود في الكتاب وكل حاجه موجوده في الكتب بس من اللعيبه اللي معاك دي ازاي تديها بدني وامتى قبل البطوله بقد ايه والسن ده بالذات عايز معامله خاصه احنا مع احترام اللعيبه اللي معانا احنا كنا بنلعب ب7 لعيبه بس في البطوله كلها الناس كلها كانت معاها 10 لعيبه كان كله بيغير لان احنا ظروفنا برده كانت في فتره اصابات وكده فاحنا لعبنا ب6 7 لعيبه من الاخر في ماتش الارجنتين الاخير وكان في ناس مصابه معاهم احنا ابتدينا مع اللعيبه دي بقول لازم حضرتك كي جي 1 اتباص ازاي التحركات دلوقتي بقى يعني الكره اختلفت دلوقتي زي ما حضرتك كده بتقول في لعيبه كره دريبلينج وبتاع والطريق خلاص الارجنتين في 2016 خدت كاس العالم من غير ترقيصه واحده كله دلوقتي بيعتمد على السرعه والتحركات والقوه ده اللي انا كابتن اخدت بالي منه فعلا عدد يعني ايام فالكاو احسن لاعب كره قدم حتى الخماسي مفيش ما اعتقدش ان يبقى في اجمد منه بالزبط. كنا بنشوف ترقيص والجمل لكن دلوقتي كلها باس 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 جون بالظبط باس 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 جون هي بتعتمد تصويبه بالظبط تهويشه وتصويبه صح ففعلا حضرتك حتى في كره القدم الخماسيه بدات المفاهيم تتغير بقت خلص. الكره تبقى سريعه جدا بالزبط. جدا جدا بالظبط فاكيد حضرتك مذاكر عشان كده قلت حضرتك في الاول ايه حضرتك مذاكر عشان توصل للي حضرتك فيه دلوقتي الحمد لله طبعا انا عايز اقول لحضرتك زي ما انت حضرتك بتتكلم بالظبط دلوقتي الكره بتصرات بتعتمد على السرعه
الاول كنت ممكن اي حد تعمله كده يترقص, دلوقتي خلاص الناس خدت خبره وبتتفرج كتير. يعني اي مدير فني لكره الصالات تعالى بيقول لك شو مهم, فيش ترقيص هنا, ممكن الباركيه يترقص عليه شويه بيزحلق سنه, لكن التريفليكس يعني في عوامل كتيره قوي قوي تخلي اللعيب بتاع كره الصالات بتاعنا بالذات يفهم احنا عايزين ايه في الوقت اللي احنا عايزينه في البطوله, ايه دي عايزين منها ايه. يعني كل حاجة احنا ماشيين الحمد لله, انا والكابتن نادر كإدارة فنية والدكتور عادل حداد والكابتن هاني درويش حاطين سيستم من اول لما مسكنا الفرقة, واحنا قلنا للعيب من اول يوم الولاد اللي معايا الرجالة اللي معايا دول, قلنا لهم من اول يوم احنا عندنا تصفيات افريقيا, لو كسبتوا افريقيا هتعملوا حاجة في كاس في الاولمبياد. وفعلا ربنا كرمنا خدنا بطولة افريقيا من فرقة عندها دوري صالات للسن ده, موزمبيق او انجولا او المغرب, فرق تقيله جدا عندها دوري وعندها ناس يعني شغاله في كره الصالات بس وعندها اتحادات للصالات بس. الحمد لله عرفنا نكسب الناس دي رايح جاي, ما اتغلبناش ولا ماتش, ما تعادلناش ولا ماتش بالرجال اللي معايا الحمد لله, وصلنا للاولمبياد. وكان في كده تريكه عملناها انا والكابتن نادر, تريكه ان احنا لعبنا الفريق الاول في اول مباراه وديه بعد ما جمعنا الولاد الرجاله الصغيرين دول, اول مباراه وديه عملناها مع الفريق الكبير اللي هو بتاعنا برضو احنا, انا ماسك الفريق انا والكابتن نادر, اتغلبوا 15-1 الفرقة الصغيرة دي, اتغلبوا 15-1 اول استعداد ليهم عشان نوريهم بس الكرة عاملة ازاي. اخر مباراة واحنا مسافرين الارجنتين لعبنا مباراة ودية مع الفريق كرة الصغيرة الفريق الاول, اتعادلوا 2-2. فدي كانت الدفعة علينا ان احنا قلنا لهم انتوا كنتوا فين وبقيتوا فين, ولما تتعادلوا مع الفريق الاول او حتى لو تتغلبوا واحد او اتنين فرق منهم انت رايح فرقه تقيله طبعا, فانت ما يهزكش اي حاجه هناك. وكانت يعني الحمد لله برضو كان حظنا, ممكن الناس كانت فاكراه مصيبه وهتلعبوا الارجنتين صاحبه الملعب في الافتتاح, الحمد لله كنا متقدمين على 2-0 وتعادلوا معانا 2-2 في الاخر, عملوا باور بلاي يعني الجون بيلبس فانيله لعيب وبيزودوا لعيب وتعادلوا معانا على اخر نص دقيقه, ودي كانت مباراه الافتتاح. يعني حضرتك لعبتوا مرتين ضد منتخب الارجنتين في الاول والاخر, في الاول وحضرتك كمان تفوقتوا عليهم في النهاية. انا شايف ان انتوا المباراه الاولى تخرج تعادل على ملعبهم ده وكنا فوز, متقدمين 2-0 ده فوز, كمان المباراه على الثالث والرابع يعني ما كنت خسران تكسب 5 اهداف. انا شايف ان ده حضرتك هي دي اللي بقول لحضرتك عليها بقى اللي انت كنت بتتكلم عليها, ازاي نحط في اللعيبه دي البطوله دي, احنا مش رايحين نمثل ولا رايحين تمثيل مشرف ولا الكلام ده, انا متعود على كده, انا ما اخش البطوله لازم اطلع بحاجه, وهم دخل في الكلام اللي بقوله ده دخل في دماغهم ان احنا رايحين لازم ناخد حاجه واحنا ماشيين لازم نطلع بيها. يعني احنا ضاعت علينا الميداليه الذهبيه لما اتغلبنا من روسيا, كان عندنا 4 مصابين, اتغلبنا من روسيا في السيمي فاينل, روسيا فرقه ثقيله طبعا, مصنفه بطله اوروبا, عندهم لياقه بدنيه غير عاديه, ما بيقفوش اصلا. احنا بقول لحضرتك الدرد الدول زي بعضها يعني دول التلج دي لا مش لا ممكن لا. وبعدين متحضرين كويس وعندهم دوري كويس, والمدرب المدير الفني بتاعهم برضو بتاع الفريق الاول هو اللي ماسك الشباب زينا برضو, فالحمد لله يعني ربنا كرمنا عرفنا ان احنا نتعامل ازاي مع المباراتين البدايه والنهايه, عرفنا نتعامل معاهم ازاي بالشغل بتاعنا كل الفتره اللي احنا اشتغلناها كلها, عرفنا نحط في العيب اللعيبه بتاعتنا ان احنا نحطهم انت ممكن توصل فاينا, ما كانوش مصدقين ولقوها ان هم لعبوا على مدينه في الاخر, وما تفاجئوش بيها بقى لما حتى بين الشوطين انا قلت لهم 3-0 هم جابوا 3-1, اتحط لنا 3-1, قلت لهم احنا دخل فينا 3 جون غلطات مننا احنا مش منهم, هم ما عملوش حاجه, احنا غلطنا 3 غلطات, احنا ممكن نغلطهم 5 غلطات, وحصل فعلا الشوط الثاني وكسبنا 5-4 الحمد لله. الافريقيه وتفوقتوا على فرق عندها دوريات, اكيد الموضوع كانت بدايه المهمه والبدايه الصعبه مع فرق افريقيا, لكن تخرج من افريقيا لاولمبياد في الارجنتين, بلد الاجواء مختلفه عن مصر, اللغه معاك منتخبات قويه جدا مع الولاد بتوع منتخب مصر, ما فيش احتكاك دولي يعني ما عملناش اصلا اي احتكاك, يعني احنا روحنا كمان اصلا يا كابتن من غير ما نعمل مباراه وديه, فده حضرتك انت كده بتصعب الموضوع على نفسك, يعني بتصعب الموضوع على نفسك وبتخش في تحدي كبير جدا في اولمبياد. ما انا برضو منتخب مصر مش هروح اعمل اداء مشرف وامشي, انا لازم يكون ليا بصمه بالظبط كده. فازاي بقى حضرتك من الخبره الكبيره اللي عند حضرتك في مجال كره القدم والصالات قدرت انك توصل للعيبه منتخب مصر الكلام ده ان انتوا رايحين مهمه وفي نفس الوقت احنا ما عندناش خبرات فيها, لكن احنا لازم نطلع بانجاز لمصر ولينا علشان الناس تفتكر طول عمرها الانجاز ده؟ بص يا كابتن عمر, احنا لما بدانا اول لما اتجمعنا قلنا احنا عندنا تصفيات افريقيا, وقلنا احنا هنلعب كذا وكذا وكذا, وممكن تلعب المغرب في النهائي وممكن تلعب انجولا في النهائي,
فلو انت خايف اللي مش مقتنع ان احنا هنعمل حاجه يروح من دلوقتي، فهم افتكروا ان الكلام ده عابر كده بيتقال باي مدرب يجي يقول لازم ناخد وبتاع والكلام ده. لما دخلوا المباريات الاول ماتشين موزمبيق رايح جاي وكسبناهم رايح جاي، ابتدوا ياخدوا الثقه شويه. لعبنا الفاينل مع انجولا رايح جاي كسبناهم 6 هناك وغلبناهم 3 هنا، ابتدت الولاد تحس فعلا ان في مسؤوليه. لما خدوا البطوله افتكروا الكلام، جيت فكرهم انا والكابتن نادر قلنا لهم فاكرين اول يوم قلنا لكم ايه؟ هتاخدوا بطوله في افريقيا لو اشتغلتوا صح. طب انتوا عندكم شك دلوقتي لما احنا نروح الارجنتين نرجع من غير حاجه؟ وبعد ما لعبنا مباراه زي ما حضرتك قلت لك دلوقتي مع الفريق الاول وتعادلوا 2-2، هم حسوا ان هم فعلا خلاص فرقه ممكن تجيب حاجه. يمكن احنا ما اتغلبناش غير ماتش واحد بس اللي هو السيمي فاينل من روسيا، اتعادلنا مع الارجنتين 2-2 وكسبنا بنما 8-3، كسبنا العراق 3-2، كسبنا سلوفاكيا 2-1، ولعبنا روسيا بعد كده اتغلبنا، وبعد كده لعبنا الارجنتين في الفاينل في البرونزيه كسبناها 5-4. يعني هو ماتش واحد اتغلبناه واتغلبناه عشان الاصابات مش اكتر يعني، بس الحمد لله زي ما حضرتك كده بتقول احنا عرفنا نوصل للولاد دي بكل الاجواء اللي حوالينا، حتى لما كناش عملنا احتكاك عرفنا نوصلهم ان احنا بنروح هناخد ميداليه ونرجع. يعني معانا تليفون من عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم كابتن خالد لطيف علشان حبيب. نتكلم معاه بقى حبيب. واكتر على منتخب صوتك كابتن خالد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك واهلا بالكابتن هشام وكل الساده المشاهدين. دايما كده يا كابتن خالد بتنورني في قناه الاهلي، ودايما بستمتع بوجود حضرتك، يعني حد محترم جدا وحد بتشرف بمعرفته يا كابتن خالد. ربنا يخليك وما تتعلمش منك، ده انا اللي بسعد بيك جدا جدا وبسعد بالكابتن هشام. نتمنى له كل التوفيق يا رب كده احسن مدرب من العشر مدربين اللي في عام 2012-18 يا رب ان شاء الله. كابتن خالد دلوقتي منتخب الصالات بعد الانجاز اللي حققوه في بيونس ايرس في الارجنتين، وكان كلامي مع الكابتن هشام على لو مصر اهتمت بدوري الصالات واتعمل بنظام محترف منتخب مصر هينافس بقوه على بطولات عديده، وممكن كمان الميداليه الذهبيه تكون بالنسبه لمصر حاجه سهله جدا. انت كلامك صح، لا مش هتبقى حاجه سهله في كل الاحوال، او اللي هو عمله مش سهل في كل الاحوال، لكن انا بضم صوتي لصوتك ان احنا على الاقل يبقى عندنا دوري كره صالات قوي. لكن اللي انا اتمناه ان ده يوصل للشركات الراعيه ويوصل للشركات سبونسر عشان نعمل دوري كره صالات. يمكن حتى الموسم ده بعد فوز منتخبنا الوطني الشباب البرونزيه في الارجنتين حاولت ويمكن اخرت شروط القيد واخرت حاجات كثيره جدا من دوري كره الصالات في الموسم القادم، واتصلنا بالانديه واتصلنا يمكن ببعض رؤساء الانديه عشان يشتركوا في دوري كره الصالات، لكن في النهايه اتقابلنا امام العوائد الماديه والمخرجات الماديه، ودي يمكن اكبر حاجه بتقابلنا احنا في لعبه كره الصالات وفي الشاطئي وفي النسائي. اتمنى ان احنا اعلمنا، وانا بشكرك ان انت النهارده عامل برنامج مع الكابتن هشام صالح على كره الصالات، لان طول ما فيش سبونسر، طول ما فيش شركات راعيه، طول ما فيش اهتمام باللعبات دي من جانب الشركات المعلنه، صعب جدا جدا ان انت تعمل ده. يعني هناك اهتمام من جانب رؤساء الانديه ومن مجالس ادارات الانديه في الفتره الاخيره، ودكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، من جانبنا احنا كاتحاد مصر كره القدم على راس المهندس هاني بريده وجميع اعضاء مجلس الاداره حتى في اهتمامنا في لعبه كره الصالات وبالجهاز الفني وباللاعبين، لكن في النهايه انت يعني بتتمنى من الباقي بقيه المنظومه الرياضيه وبقيه المنظومه الاعلاميه ان هي تساعدك ان انت تقدر تعمل منتج كبير زي الدوري الممتاز المصري، تقدر يجيب ملايين خلال السنوات القادمه لو احنا اهتمينا بدوري كره الصالات. صدقني وعلى مسؤوليتي الشخصيه، لو نادي الزمالك على سبيل المثال وليس الحصر بعت السنه دي ان هو يلعب في دوري كره الصالات، لو الزمالك والاهلي والاتحاد والمصري والانديه الجماهيريه شاركت ولقت الحافز من الشركات المعلنه ان هي تلعب في دوري كره الصالات، اعتقد الشخص هيبقى عندك منتج كبير جدا له قيمه كبيره جدا بعد سنتين ثلاثه. لكن البدايه مش عايز اقول لك صعبه جدا، بحاول فيها بقالي 3-4 سنين بالظبط، لكن بلاقي صعوبه جدا جدا فيها، لكن اتمنى ان شاء الله ان شاء الله خلال الموسم الجاي ان شاء الله يعني نقدر نوصل لصيغه كويسه ان شاء الله مع الشركات المعلنه ونعمل دوري كره تلقى وان شاء الله. طب يا كابتن خالد، لو احنا بدانا العكس، لو بدانا ان احنا نتفق مع رؤساء الانديه ان كل نادي يبقى عنده فريق كره صالات ونبدا
كبدايه ونشوف الاجواء ممكن تمشي ازاي. هل حضرتك شايف كعضو يعني عضو في اتحاد كره القدم وحضرتك اكيد يعني جزء من المنظومه، هل حضرتك شايف ان ممكن بعد كده يجي الشركات المعلنه ان هي تتعاقد بعد ما تشوف نجاح ممكن يتحقق في دوري الصالات وان الاقبال عليه في الملعب من الجمهور او كمان تسويقيا من خلال اذاعته في القنوات المختلفه، هل ده ممكن يحصل ولا رؤساء الانديه ممكن يبقى عندها بعض التعنت وبعض الرفض اللي ممكن حضرتك تقابله؟ لا مش بعض التعنت، يعني انا دايما يعني بضع نفسي امام لامامي رؤساء الانديه. خلينا نتكلم بامانه، الانديه بتمر بضوائق ماليه كبيره جدا، فمش عايزه تزود من اعبائها. يعني هي اوريدي عندها الفرقه ال 11 لاعب والفرقه اللعبات الرياضيه الاخرى، عندها العديد من اللعبات الرياضيه، فهي مش عايزه تزود من الاعباء الماديه اللي عندها وتضيف لعبه جديده او تشترك في دوري جديد يقدر يكلفها خلال الموسم بتتكلم في 2 3 مليون جنيه. فما اعتقدش ان هي هتبقى يعني هم معذورين، يعني انا مش شايف ان هم لا بالعكس، انا يعني حط نفسي مطرحهم، هم معذورين لدرجه ان كابتن هشام صلاح هو ابن نادي الشمس ونادي الشمس العريق اللي رئيسه طبعا الزميل العزيز الاعلامي الجميل الاستاذ اسامه ابو زيد الشمس اللي هو كان صاحب الاسطوالات والجولات في كره الصالات، سمعت على حسب ما انا سمعت ان هو بيفكر يجمد لعبه كره الصالات، فما بالك بقى الانديه اللي هي هتبدأ. وده منهور يا كابتن خالد جمد وكده الداخليه ده منهور اللي هو النادي العريق الكبير برضو بيفكر في ده، فما بالك بقى بالجديد ان انت تقدر تقنعه اذا كان القديم اللي هو صاحب يعني نادي الشمس يعني دوري كره الصالات او كره الصالات في مصر كانت شمس ومتعوبه ومصر مقصر، ولا انا غلطان يا كابتن هشام؟ لا طبعا، لا كلام حضرتك صح يا كابتن خالد صح، لكن عايز اسال حضرتك سؤال اخر، هل بعد الانجاز اللي المنتخب حققه في الاولمبياد هل ممكن يكون في على مستوى المنتخبات يا كابتن خالد اهتمام اكتر وفرصه لاستعدادات جيده قبل البطولات؟ معايا بيقولوا ان قبل الاولمبياد ما كانش في لقاءات، يعني ما لعبوش لقاءات وديه وراحوا على طول لعبوا في احتكاك قوي، هل ده ممكن يحصل الفتره اللي جايه؟ كلامه مظبوط، هو انت في بعض الاحيان المواقف بتحطك في ده، بمعنى يعني كابتن هشام وكابتن نادر لما وصلوا بالمنتخب الكبير لكأس العالم الحمد لله حتى قبل ما ننجح في الدوره الجديده وقبل ما اكون عضو مجلس اداره في الدوره الجديده الحمد لله، كنت قبل ما مرحل من مجلس الاداره القديم كنا خدنا موافقه على فتره اعداد قويه جدا لمنتخب مصر لكره الصالات بالنسبه للمنتخب الكبير، اعتقادي الشخصي لم تحدث من قبل، انما الظروف اللي قابلتنا في الشباب كانت ظروف من كل النواحي صعبه جدا جدا جدا، حتى لدرجه ان اللجنه الاولمبيه المصريه لم توافق، وبعد محاولات ومداولات كابتن هشام وكابتن نادر وانا من جانب والباشمهندس هاني من افريقيا من جانب ثاني مع المهندس هشام حطب فين وفين ما خدنا موافقه للاشتراك، لان كان هيشتركوا بفريق جماعي اخر غير كره الصالات. ده اللي يمكن ضيع مننا الوقت كتير، ان احنا ما نقدرش نعمل فترات اعداد او معسكرات اعداد ومباريات وديه على قدر المستوى المطلوب، لكن اوعدك طبعا بلا شك يعني انا وزميلي محمد الرافع بنزي مجهود كبير جدا ان احنا نقدر نعمل، والدليل ان احنا حتى هو ما عندناش حاجه قريب، لكن منتخب السعوديه كان لسه لعب مع منتخبنا الوطني مباراتين وديتين، واي حاجه بنقدر نساعد بيها منتخبنا الوطني سواء لكره الصالات الكبار او الشباب اعتقادي الشخصي ما حدش هيتاخر، حتى زملائنا في الاتحاد المصري لكره القدم بصراحه مهندس هاني ابو ريده وكابتن احمد شوبير بعد نجاحه وجميع اعضاء مجلس الاداره مطلقين فينا العنان ان احنا نعمل كل حاجه لصالح منتخباتنا الوطنيه بلا شك. ان شاء الله. كابتن خالد اخيرا انجاز كابتن هشام بعد فوزه بالميداليه البرونزيه وايضا ترشحه لافضل 10 مدربين على مستوى العالم واللي هيتم الاعلان عنها نهايه السنه، شايف حضرتك الانجاز ده ازاي وازاي ممكن نستفيد من كابتن هشام والمنتخب الفتره اللي جايه؟ ده فخر، يعني بص ده فخر للمدير الفني المصري عامه لما كابتن هشام يرشح طبعًا. وفخر كره الصالات في مصر لما كابتن هشام يرشح ضمن افضل 10 مديرين فنيين على مستوى العالم في كره الصالات، اعتقادي الشخصي ده شيء رائع جدا، وهو كابتن هشام يعني خلينا نتكلم بامانه معظم انجازات كره الصالات المصريه على ايد الكابتن هشام صلاح هو والكابتن نادر رشاد، ده اللي يمكن بيميز منتخب كره الصالات عن المنتخبات العربيه اللي يمكن بعيده عن منصات التثبيت بنسبه كبيره جدا، وهناك فارق كبير بين منتخباتنا ومنتخبات شمال افريقيا
لعبة كرة الطلاب. اعتقادي الشخصي ده هيبقى حافز للمدربين التانيين الصغيرين والمدربين الصغيرين ان شافوا ان كابتن هشام صالح وصل لافضل من افضل 10 مديرين فنيين على مستوى العالم، ان هم يبذلوا مجهود اكتر مع انديتهم، يبذلوا مجهود اكتر في الدورات التدريبيه، يبذلوا مجهود اكتر في الخبرات التدريبيه عشان حتى يصلوا للكابتن هشام صالح ان شاء الله في الفتره القادمه. كابتن هشام حابب يوجه لحضرتك. كابتن خالد طبعا هو بصراحه واقف في ظهرنا، والحاج محمد ابو الفخر بصراحه يعني حتى زي ما كابتن خالد بيقول كده، الفتره اللي هي قبل كاس العالم 2016 عملنا البرنامج اللي احنا عايزينه كله بصراحه، وعشان كده احنا حققنا نتيجه كويسه في كاس العالم طبعا. وانا بطلب برضو من كابتن خالد دلوقتي الفتره الجايه عندنا فتره تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم في المغرب ان شاء الله، انا عارف ان هو في ظهرنا، عايزين نعمل احتكاك كويسه، وانا عايز اشكره على الفتره اللي فاتت وان شاء الله نشكره كمان على الفتره اللي جايه، وهو طبعا دوره معانا ملموسة. والحاج محمد ابو الوفا يعني احنا لو ما كانوش هم واقفين في ظهرنا وبيعملوا لنا كل اللي احنا زي ما كناش احنا وصلنا للنتيجه دي. مظبوط. ما كنتش انا اصلا كنت اوصل للي انا فيه دلوقتي الحمد لله رب العالمين بعد ربنا وهم ان شاء الله الحمد لله. يعني انا كابتن خالد اكيد انا بتفق مع كابتن هشام، وجود حضرتك كداعم مهم جدا جدا للمنتخب الفتره اللي جايه ان شاء الله، يعني في وجود حضرتك ووجود مجلس اداره اتحاد كره القدم يكون في مزيد من الانجازات، مش بس على مستوى الكره الخماسيه، على مستوى كل يعني المنتخبات اللي بتمثل مصر في جميع الاعمار المختلفه، سواء منتخب مصر الاول ان شاء الله في امم افريقيا اللي جايه او منتخبات الناشئين. كابتن خالد وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، ودايما مشرفتي ومنورنا يا كابتن. كان معانا طبعا كابتن خالد لطيف عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. زي ما حضرتك قلت هو طبعا واضح ان هم بيحاولوا يدرسوا، واضح ان هم الفتره اللي جايه بيحاولوا ان هم يعني يطوروا، لكن المشكله في الانديه اللي بتجمد الفرق الخماسيه بسبب عدم وجود راعي، بسبب عدم وجود ماديات. للاسف الماديات هي اللي بتتحكم في كره القدم مش العكس. لا. يعني المفروض ان كره القدم هي تتحكم في الماديات. أوه. لكن هو بقى قدر حضرتك ان احنا نتعب مش مشكله طبعا. والله بس احنا نتعب، بس احنا لازم نتزق زقه، يعني مش هينفع نزق لوحدنا على طول. لا لا صح صح، لازم يبقى في حتى هنقول 50% 70%. كابتن خالد انا عارف ان كابتن ابو الحاج محمد ابو الوفا عايزين يعملوا دوري قوي، وبيحاولوا بقى لهم 3 اشهر من ساعه لما رجعنا وقبل ما نرجع عمالين يحاولوا نعمل دوري قوي، ويقنعوا عايزين يقنعوا الناس ما تنسحبش، يعني بيعملوا مجهود، بس الناس لازم تاخد حاجه. ما هو لازم، ما في انديه معهاش، في انديه مش لاقيه تجيب كور ولا لبس ولا الكلام ده، الكلام ده بنقوله من زمان. فان شاء الله انا يعني مستبشر خير كده الفتره الجايه ان شاء الله، نشوف طفره فيها ان شاء الله. طيب كابتن هشام بقى نتكلم على المستوى الشخصي، ونتكلم على الجائزه، ونتكلم على الانجاز الخاص بمنتخب مصر. يعني سيمي فاينل وخساره من روسيا، لكن نفسيا الولاد بعد المباراه اكيد بيكونوا محطمين. انت كنت معانا بقى. اصل دايما يا كابتن لما اجي بتسال بحط نفسي مكان اللعيب اللي كان موجود. برافو عليك. يعني برضو لعيب كره القدم زي ما حضرتك عارف ايا كان، سواء في خماسي او في حداشرات، لما بيكون بيلعب في بطوله بيعمل انجاز وبيوصل لابعد مدى وبيحصل له هزه في اي وقت بالزبط. بتأثر عليه نفسيا، ودول ولاد صغيرين. بالظبط. برافو. فدور المدير الفني هنا هو مش مدير فني، هو مدير فني واب ليهم بالزبط. وبيتكلم معاهم كاولاده الصغيرين ان هو ازاي يخرجهم من الازمه النفسيه اللي هم او الشك او الهزه اللي حصلت لهم، علشان هم لسه عندهم انجاز تاني ممكن يحققوه بالزبط. وما يخرجوش من الثلاث مراكز بولا شيء. بالظبط. فازاي بقى حضرتك بعد مباراه روسيا اتكلمت معاهم وعملت لهم اعداد نفسي جيد؟ يعني انت يعني بسم الله ما شاء الله عليك اكنك كنت عايش معانا بالظبط. يعني هو ده اللي حصل بعد ماتش روسيا، كنا بنشيل اللعيبه وهم بيعيطوا. لما اللعبه كان على 3 ميداليات، يعني فطروا منك ميداليتين في المباراه دي، خلاص ابتديت تلعب على ميداليه واحده وعرفت انك هتلعب الارجنتين تاني، الحاله النفسيه مش عايز اقول لك كانت صفر، لا كانت تحت الصفر. بعد المباراه الولاد ابتدوا يبكوا وهم صغيرين، طبعا كان نفسهم يعني يلعبوا الفاينل. ابتدينا نشتغل الثلاث ايام، مش عايز اقول لك يمكن ما جيناش جنب الكوره زي ما حضرتك كده بتقول يا كابتن عمر، ان احنا اشتغلنا نفسي ثم نفسي. طب احنا كابتن هشام معانا واحد من الناس اللي انت رجاله قوي، اللي هو كمان بيعتبر حضرتك حد غالي عنده قوي، وواحد من الرجاله اللي حضرتك كنت معتمد عليهم، هو كابتن المنتخب معتز بالله شايف. ده محترم. ازيك يا كابتن معتز؟ اه فاهم مستواك كابتن عمر. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ببارك لك تاني اكيد طبعا، يعني بقول لك مبروك بس متاخر شويه، بس دي اول مناسبه ان احنا نكون مع بعض على الهواء ومعايا كابتن هشام صالح.
لكن طبعا انجاز كبير جدا، وانا عارف علاقتك بالكابتن هشام، وعارف ان هو كمان بيحبك جدا وبيعتبرك من الرجاله اللي موجودين اللي دايما بيعتمد عليهم. فتقول لي بقى على الانجاز وتكلمني على الميداليه البرونزيه، وشايف الفتره اللي جايه مع كابتن هشام هتستعدوا ليها ازاي؟ وطبعا انا بتشرف ان انا اكون مع حضرتك، شرف لينا، وطبعا شرف كبير لينا اصلا من وجود كابتن هشام مع في كل القنوات بعد انجاز برونزيه الشباب. وانا طبعا كابتن هشام بالنسبه لي انا مش هينفع ان انا اتكلم فيها على الهواء طبعا، لان كابتن هشام ابويا وابو اللعيبه كلها، وبيتعامل معانا كلنا ان هو ابونا، بنلاقيه في المشاكل الخارجيه قبل الكوره، ما بنستناش اصلا ان احنا نكلمه. كابتن هشام متواصل مع اللعيبه كلها في كل حاجه. هو انا مع كابتن هشام بقالي حوالي مثلا دلوقتي داخل في 12 سنه 13 سنه، انا كابتن المنتخب الاول. تمام يعني بعتبر كابتن هشام معانا كلنا في التعامل، ان احنا ما بنتعامل. يعني انا كابتن معتز لما باركت لك على الفوز انا ببارك عشان كابتن هشام. بالظبط. فانت انا بعتبر ان انت كابتن هشام موجود في اي مكان، فهو الانجاز اللي بيتحقق ليه هو انجاز بيتحقق ليك. انا كان في ناس بتبارك لي على البرونزيه على اساس ان انا كابتن المنتخب الاول، لان طبعا المنتخب الاول هو منتخب الشباب. احنا الفترة الأخيرة قبل منتخب الشباب ما يسافر كان كل المعسكرات بتاعتنا كانت معاهم عشان يحتكوا معانا احنا، ياخدوا خبرة. كسبتوهم أول ماتش 15-1 يا كابتن معتز، ما ينفعش برضه في أول ماتش 15-1. لا ما هو بس هو في الأول كده، وبعد كده في آخر ماتش على ما أعتقد اتعادلوا معانا أو كسبناهم فرق واحد، وكان ماتش قوي جدا. وهم دلوقتي موجودين معانا، هم دول الفترة اللي جاية يكونوا موجودين طبعا. وكابتن هشام ووصلهم لليفل معين، ان هم دلوقتي بقوا عندهم الخبرات، ووصلهم لليفل البطوله ان هو يلعب على البطوله. ممكن احنا في الفترات اللي قبل كده ما بنحتكش، انما هم دلوقتي من بدري قوي احتكوا. احنا ممكن الاهتمام شويه في الصالات بعيد شويه، انما هم دلوقتي طبعا هم هيكونوا موجودين مع الفريق الاول، هيكونوا موجودين في البطولات اللي جايه، يقدروا يعملوا لنفسهم اسم وكيان تاني للمنتخب الاول، ويكون في ميداليه ان شاء الله داخلين على تصفيات افريقيا. وطبعا انا مش محتاج ان انا اتكلم في اي فنيات كابتن هشام، الانجاز اللي وصل له يمكن اول حد في مصر بعد كابتن محمد حسن طبعا كلجنه تحكيميه، انما كمدرب او مدير فني او لاعب ان هو يدخل في تصنيفات اللي هو افضل 10 على مستوى العالم، دي ما اول مره حد من اسره كره الصالات يدخلها كمدير فني او حد ليه فنيات طبعا، فدي بتشرفنا كلنا. انا كنت اول واحد شفتها، وباركت طبعا لكابتن هشام بصفتي ان انا واحد من اسره كره الصالات طبعا، او ابن كابتن هشام طبعا، فدي بتشرفنا كلنا. وطبعا ان شاء الله باذن الله نقدر مع كابتن هشام نكمل المسيره بتاعته. كابتن هشام احنا طبعا بنقول له ان هو احنا من ساعه ما جينا كابتن هشام واحنا كنا مستنيين طبعا ان احنا نعمل انجازات والخماي الصالات ترجع تاني، لان احنا بعدنا فتره في من بعد 2012 دي لغايه ما كابتن هشام مسكنا 2016. ربنا كرمنا بتاني افريقيا، حتى كابتن هشام لما قبل ما نلعب بطوله افريقيا ان احنا ما عملناش اعداد قال لنا انتوا مش هتاخدوا بطوله افريقيا، احنا نصعد كاس عالم بس مش هتاخدوا بطوله افريقيا. وده اللي حصل فعلا، لان احنا ما كناش احتكينا في الفتره دي، انما بعد ما احتكينا كابتن هشام قال ان انتوا هتقدروا توصلوا وهتقدروا تنافسوا كاس العالم. ربنا كرمنا وكسبنا ايطاليا، جاء برضو الانجاز الشباب، هو فعلا برضو كابتن هشام قال لهم نفس الكلام ان انتوا تقدروا توصلوا. وصل للعيبه ان هو ممكن يكون رايح وخايف من ماتش الارجنتين الاول، وصل لهم ان انت لا مهما كان انت زيك زيه، وصل ان انت دلوقتي بتلعب في ليفل معين ان انت تقدر توصل، ان انت تقدر تحقق ميداليه، ان انت تقدر تعمل كل حاجه. فطلع كل اللي عند اللعيبه، وبرضو معاه لعيبه رجاله ساعدته في يعني بعد طبعا تعليماته وتعليمات الجهاز الفني، كابتن نادر وكابتن هاني والدكتور عادل طبعا، الناس دي وقفت معانا كلنا طبعا، من وكان معانا الدكتور ايمن زين في الاول. فطبعا الجهاز كله واقف مع اللعيبه ووصلنا كلنا الحاجات احنا ما كناش نحلم بيها. يعني ممكن هو الناس بتتعب معانا في كل حاجه، احنا حاليا دلوقتي في معسكر منتخب مصر، كل لعيبه طبعا بتتابع كابتن هشام، وهو كابتن هشام حتى كمان احنا على الجروب ما بنتكلمش معاه ان هو كابتن، بنتكلم معاه ان هو ابونا. يعني انت عارف يا معتز لما يعني قبل ما تخش معايا بيقولوا لي المعتز بالله كابتن منتخب مصر كره الصالات، وكابتن هشام بالنسبه له الاب الروحي. فانت بص متخيل ان انت ايه يعني، بسم الله ما شاء الله الناس عارفه العلاقه اللي ما بينك وبين كابتن هشام. وبصراحه كابتن هشام من الشخصيات المحترمه جدا. بيقولوا لي انت احسن علاقتك بكابتن هشام، قلت لهم ده ابويا،
يعني بس ما تكبرنيش قوي معتز، انت عندك 40 سنه معتز، ما تكبرنيش. لا يا كابتن ما هو دي مش مالهاش دعوه بالسن، ان انت حضرتك ماشي ماشي يا كابتن معتز، ماشي يا ميزو حبيبي يا ميزو، شرف لينا كلنا كابتن حبيبي يا ميزو، حبيبي يا ميزو، لوتك عند اللعيبه كلها وعند اللعيبه اللي بره قبل اللي جوه، كل اللعيبه اللي حضرتك حتى اللي بيمشي، احنا ما فيش لعيب مشي من المنتخب ومشي زعلان من الجهاز الفني، ودي ميزه، عشان كده لما بيجي تاني بيرجع برضه يبقى هو برضه لعيب جوه المنظومه كلها، ما حدش بيمشي وشايل من الكابتن هشام في حاجه، ما حدش بيمشي وشايل من الجهاز الفني عامه، ان هو لو بيمشي بيبقى عارف ان هو مقصر في حاجه، لو موجود بيقدر يدوس على نفسه عشان يبقى حابب ان هو يكون جوه العيله اللي احنا فيها طبعا. والكابتن هشام عمل حاجه فينا ان احنا طبعا ما حسيناش بفروقات في السن ما بيننا وبين بعض، ما حسيناش ان في شباب وكبار ومنتخب اول ومنتخب شباب، دخلنا في الفترة اللي فاتت دي كلها طبعا كلنا مع بعض، وان شاء الله باذن الله مع الكابتن هشام الفترة اللي جاية نقدر نوصل افريقيا في التصفيات الاول، وبعد كده نقدر نلعب على اول افريقيا ان شاء الله مع الاحتكاكات اللي طبعا بنتمنى اتحاد الكرة يوفرها لنا الفترة اللي جاية ان شاء الله، عشان نقدر برضه زي ما كابتن هشام كان بيقول لنا قبل كده ان اللعبة الوحيدة الجماعية اللي تقدر تجيب ميدالية هي كرة الصالات، ودي فعلا جابت ميدالية اولمبية، وبنتمنى ان احنا المنتخب الاول يجيب ميدالية ان شاء الله في كاس عالم ان شاء الله بعد افريقيا باذن الله، لان افريقيا دي مش اللي هي المقياس بتاعنا ان شاء الله باذن الله، نتمنى ان احنا نزيد، احنا وصلنا دور 8 كاس عالم 2016، نتمنى ان شاء الله 2020 بالمجموعه اللي الكابتن هشام هيختارها في وقتها ان شاء الله تكون على قد المسؤوليه باذن الله ان شاء الله. كابتن معتز بالله ثاني بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه النادي الاهلي، وبارك لك ثاني بالانجاز اللي حققه الكابتن هشام بفوزه بالميداليه البرونزيه في اولمبيات الارجنتين بيونس ايرس. يعني واضح بسم الله ما شاء الله، يعني مش احسد العلاقه اللي بين حضرتك وبين اللعيبه، ودي حاجه يعني زي ما بقول لحضرتك بتبقى صعبه ان المدير الفني يكون مدير فني وشخصيه قويه وحازم في نفس الوقت، وانه يكون عنده علاقه طيبه مع اللعيبه واللعيبه بتحبه، واللعيبه لما يكون في حب يا كابتن هشام بيبقى سهل ان هي تنفذ التعليمات جوه الملعب بالظبط، يعني دي حاجه عارفينها ان دايما اللعيبه ممكن تموت نفسها علشان مدير فني بتحبه وبتقدره بالظبط. بس يا كابتن حضرتك ازاي بقى عملت يعني عملت الكيمياء دي ما بين حضرتك وبين اللعيبه؟ بص يعني الشغل اللي بينجح طبعا، وانت انت راجل يعني خبره في الكلام ده، انك تشتغل بما يرضي الله فربنا هيفتح لك كل حاجه انت عايزها. دي حاجه انا شاهد عليها يعني. فانا بشتغل بما يرضي الله. صح. يعني انا ما عنديش واحد بحبه، انا ما بحبش واكره في الكرة، انا احبك تبقى مؤدب ومحترم وتديني انا عايزه في الملعب، ده تبقى انت كده مميز، يبقى دام انت عملت لي الحاجتين دول يبقى انت معاملك احسن من اي حد تاني، لا كل المعامله عندي واحد، لكن انت اللي عندك اللي انت عايزه مني انك تاخد حقك في الملعب، تاخد حقك في الملعب مني لما تشتغل اللي انا عايزه وبالاخلاق اللي انا عايزها، وانا يعني انا عامه في شغلي كله بعامل كل الناس يا اخواتي الصغيره يا اولادي. الحمد لله انا يمكن في معلومه برضو في ناس كتير ما تعرفهاش، ان التدريب في الكتب والخطط في الكتب والحمل التدريبي وكل حاجه بتلاقيها فين يا كابتن؟ الكتب طبعا، لكن الكاتشانه ملهاش كتاب. لا طبعا. وما بقتش مثلا تصنيف، لا انا اشتغلت كتير واتمرمطنا والكلام ده كله، وفي ناس احسن، ده انا اقل واحد كمان، بس انا بتكلم لما توصل للمستوى ده يبقى انت اكيد اشتغلت صح، اشتغلت بما يرضي الله نمره واحد، واشتغلت فنيا صح، وحاولت تعمل كل اللي انت تقدر تعمله وما تبخلش، ربنا اكيد هيديك. يا كابتن ده يعني بما ان حضرتك فتحت موضوع الكاتشانه وان هي ازاي الفرق ما بين التدريب وبين الكاتشانه، مفيش مشكله ان انت ممكن تعرف تحط تشكيله خمس لعيبه موجودين في الملعب وتوظف كل واحد في مكانه صح الملعب، دي مشكله اثناء سير المباراه، هي دي. ازاي تعمل تغييرات بالزبط. ازاي تعمل نقطه تحول في الماتش، ازاي تعمل من الهجوم للدفاع ومن الدفاع للهجوم. موضوع يا كابتن قرايه سيناريو المباراه ده موضوع متعب جدا جدا، وعايز ذهن يكون فاضي تماما بالزبط. تركيز في المباراه، وطبعا ضغط يعني عصبي رهيب دايما. انا مقتنع ان المدير الفني غير اللعيب، الضغط اللي على المدير الفني لو الفريق كسب هم كسبوا كلهم، كل مصر، لكن كسبت. لو حد خسر هو المدير الفني هو اللي حط تشكيل غلط بالزبط. هو اللي عمل تكسب صح، ده يفضل يقطع، وما احنا قلنا في اللعب. مع ان كابتن ممكن تكون وحش وتكسب بالظبط، والناس تتكلم عليك ياه ده كان عبقري جدا بالزبط. ده وده، فالموضوع ده كابتن فعلا متعب، الله يكون في عونك. بص يا كابتن احنا معلش ما انا بتكلم عن نفسي، انا اول الناس دي، ان احنا ما بنثقفش نفسنا، ما بنحاولش نقرا، ما بنحاولش نخش نشوف الناس دي بتتدرب ازاي او بتدرب ازاي،
او ما بنبصش على المدرب ده بيعمل ايه، او انا كابتن اتخلقت بقيت مدرب كره صالات ولا اشتغلت وبصيت، وانا ممكن الف كور ثابته وممكن الف تحركات، بس انا برضو لازم في شغل بيعجبني من المدربين اقدم مني واحسن مني، صح، ولازم اعمله. هشوف بقى اللعيب ده ينفع يعمل الكور دي، ينفع اللعيب اللي عندي ده ينفع يعمل كله. هي دي اسمها الخلطه بتاعت المدرب، ان هو لازم اللعيب ده يشيل ايه وما يشيلش ايه، اللعيب ده يلعب المباراه دي ولا ما يلعبش المباراه دي، التشكيل ده يتحط مع الماتش ده ازاي، اما لاعب افريقيا غير اما بلعب أوروبا. كل حاجه ليها ظروفها، الكلام ده كله مش موجود في الكتب زي ما حضرتك بتقول كده يا كابتن عمر. الكلام ده كله انت بتتعلمه من شغلك وقرايتك وثقافتك ومعاملتك مع الناس، كل حاجه بتتفتح. ترشيح حضرتك المدير فني في العالم بعد اولمبياد الاخيره اللي اقيمت في الارجنتين، عايز اعرف من حضرتك ازاي تم اختيارك، ومين المدربين او ابرز المدربين اللي موجودين مع حضرتك، والجائزه هيتم الاعلان عنها امتى؟ هم احنا 10 مدربين اترشحوا دلوقتي، هيختاروا منهم 3 او 5 بس 3 تقريبا، هيبقى اول وثاني وثالث، مش 5 و3 لا 10 و3. تمام. انا الحمد لله بفضل الله طبعا عند ربنا، يعني الحمد لله ده كرم من عند ربنا ان انا اعمل 10 دول اللي هو السنه دي. والتصويب بيكون بناء على ايه؟ مدربين المنتخبات والناس في الفيفا، زي البالون دور مثلا، صحفيين وجمهور وكباتن. لا ما متهيأليش، بس هيبقى هو حضرتك بيبقى فيه 25% عموما في جائزه ذا بيست اللي هي جائزه افضل لاعب او مدرب، بيبقى فيها 25% جمهور، 25% نقاد صحفيين بيختاروهم، 25% كباتن منتخبات، و25% مدربين منتخبات. فهي ممكن تكون قريبه من هي كده، قريبه من الكلام ده. بس انا مش عارف التفاصيل، انا بخش برضو لسه ما عرفتش التفاصيل، بس تقريبا هعرفها اليومين الثلاثه الجايين دول. ما عندناش تفاصيل عشان عمرنا ما كان عندنا حد ترشح من المدربين. مش عارفين. والله انت راجل محترم، بس طبعا انا والله يمكن انا لما معتز كلمني في التليفون وقال لي يا كابتن في كذا 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 كذا، فانا بصراحه فوجئت يعني، فقلت يمكن ربنا عايز يديني مش يديني انا، لا يدي مصر كمصر، ان احنا بنخش في تصنيفات عالميه، واحسن 10 مدربين دي طبعا تاج وشرف فوق دماغي، ومش انا اللي عملت الكلام ده، الناس اللي اختارتني ابقى مدرب هي اللي عملت الكلام ده، الناس اللي وقفت معايا، اللعيبه، الرجاله. مين طب يا كابتن، مين من الجهاز تعب معاك قوي؟ نادر رشاد بصراحه مدرب العام، والدكتور عادل كان على طول برضه. سامع كابتن نادر؟ الله. كابتن نادر سامع؟ ازيك يا كابتن نادر؟ ازي حضرتك؟ كابتن نادر رشاد مدرب عام منتخب مصر، واللي كان موجود مع كابتن هشام في اولمبياد الارجنتين والحاصل على الميداليه البرونزيه. شفت كابتن هشام يعني والله بص، ما اعرف والله ما انا عارف ما انا اعرف، هتقول لي تعب معايا ولا ما تعبش. الف مبروك يا كابتن، وان شاء الله دايما موفقين وانجاز تستحق ان انتوا تكونوا يعني موجودين فيه. وحضرتك اكيد تعبت مع كابتن هشام، واكيد ليك دور في وصول كابتن هشام لجائزه افضل مدير فني او من ضمن افضل 10 مدربين في العالم على مستوى كره الصالات. اه طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكرك طبعا استضافه طبعا كابتن هشام، وهو يستحق طبعا كل اللي هو فيه. احنا كجهات كلنا تعبنا طبعا، احنا من اول 2016 واحنا واخدين على فكره ان احنا بنشتغل تحت اي ظرف، والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله في كاس العالم اللي فات، وعملنا ثامن عالم، وبعد كده خدنا بطوله افريقيا للشباب، وخدنا برونزيه الاولمبياد. طبعا كابتن هشام طبعا اخ كبير ليا طبعا، لعب، فكون ان انا ابقى موجود معاه في الجهاز ده شرف كبير ليا، وانا طبعا بتشرف ان انا اكون موجود معاه. والحمد لله احنا تعبنا جدا الفتره اللي فاتت، حاجه كويسه ان احنا يبقى في مدرب مصري من ضمن احسن 10 مدربين على مستوى العالم في كره الصالات. ما شاء الله احنا دلوقتي شايفين محمد صلاح، يعني حاجه مصر كلها تتباهى بيه، لما يبقى في مدرب مصري برضه بيتذكر اسمه انه من احسن 10 مدربين في العالم، دي حاجه تشرف اي حد، يعني دي حاجه تشرفنا كلنا. وبنتمنى طبعا نتمنى التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه لكره الصالات في مصر والكره المصريه عموما، وبتمنى التوفيق كابتن هشام ان هو ياخد يبقى احسن واحد في العالم. الله يكرمك يا نادر، الله يكرمك، مش احسن مدرب بس يعني، الله يكرمك يا حبيبي. الحمد لله احنا كلنا جهاز بنحب بعض وكلنا بنكمل بعض، الحمد لله، سواء كابتن هشام او نادر او في دكتور عادل، كابتن هاني، في كان معانا الحاج شعبان، يعني احنا كلنا جهاز واحد بنكمل بعض عشان نوصل للي احنا وصلنا له ده دلوقتي، يعني الحمد لله يعني. كابتن هشام، لا طبعا نادر، طبعا مش عايز اقول ابني عشان ما اكبرش نفسي، كل واحد يخش يقول كل واحد يقول لحضرتك كده وبعدين همشي بعد كده. طبعا نادر حبيبي واخويا الصغير، ودربته شخصيه محترمه جدا، وعنده طموح ومدرب كويس، وان شاء الله يبقى ليه مستقبل هايل،
وبياخد خبرات هو. وانا لازم يا كابتن يتعلم منك. لا لا يا العفو لازم يا كابتن يتعلم منك والله. فرصه هو فرصه جيده جدا. هو بيقول بصراحه يعني وهو يعني بيطور نفسه نادر معايا والحمد لله. يعني نادر ليه دور كبير قوي معايا في الفتره اللي فاتت في كل الانجازات دي. دور كبير جدا يعني مش عايز انكره. والجهاز كله طبعا نادر ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه هتبقى بتاعت نادر نشاط والامثال والناس الشاطره اللي مثقفه اللي هي بتعرف تشتغل وعايزه تشتغل. فانا عايز اشكر نادر على الفتره اللي فاتت وعايز اشكر الجهاز واللعيبه كلهم. مش انا الواحد اللي عملت الانجاز ده, هم كلهم يمكن هم قبليه كمان. فانا بشكر كل الناس اللي شاركت في الانجاز اللي فات من اول 2016 تمن عالم لغايه بطوله افريقيا مع الشباب لغايه البرونزيه. الحمد لله رب العالمين. يعني ده فضل من عند ربنا, ده وزياده يمكن انا ما استحقوش والله. بس لا طبعا لا ازاي لا يعني فضل من عند الله والله. يعني كابتن نادر كل التوفيق لحضرتك. واكيد كنا مبسوطين ان حضرتك تكون موجود واحد من اصحاب الانجاز اللي اتحقق من خلال شغل وجهد وعرق تعبته فيه. وانا واثق ان الفتره اللي جايه هيكون مش دي اخر الانجازات, هيكون في انجازات اكتر في الفتره اللي جايه. فكل التوفيق لحضرتك ان شاء الله كابتن نادر رشاد مدرب عام عمر مصر. شكرا يا كابتن. شكرا. طيب نكمل بقى حضرتك الاختيار والترشيح. طيب ابرز المدربين اللي موجودين مع حضرتك, هل مدير فني منتخب الارجنتين ممكن موجود معاكم؟ لا معايا مدرب روسيا تمام, ماسك برضو زي فريق الاول وفريق الشباب تمام. مدرب البرازيل اللي خد البطوله بتاعه الذهبيه. في اسبان اللي ماسكين فرق كتير. اسبان طبعا منتشرين في العالم كله طبعا. ففي اسبان كتير. اسبان والبرازيليين يا كابتن في كره القدم يعني الخماسي مش ممكن. لا هم ابطال العالم على طول بيسلموا بعض ممكن. يعني البرازيل واسبانيا دول عندهم انديه كتير قوي يا كابتن عمر. عندهم انديه يعني بقول لك فوق ال1000 نادي بيلعبوا اربع خمس درجات وفي كل بلد في دوري وبعدين كده في الاخر بيجمعوها. لا عندهم شغل يعني. احنا بصراحه هنحسدهم في الكلام ده. مش هنحسدهم, لا هنحسدهم بقى. احنا كابتن نبقى زيهم يعني او نحسدهم حتى. الانجاز اللي احنا حققناه ومع ضعف الامكانيات دي يا كابتن ده مش انجاز, ده المفروض اعجاز. يعني في ناس قالت لي كده والله ليه, لكن انت ما احتكتش يا عمر, انت ما احتكتش مباراه دوليه وديه. يعني انت لعبت جنوب, لعبت انجولا ولعبت موزمبيق ورحت هناك على هناك. ده مستوى وده مستوى تاني خالص. ماتش الارجنتين وبعدين بنما 8-3 كسبنا تمام. بنما يعني حضرتك اخذت صدمه بنما. اخذت صدمه في الارجنتين. ماتش كان قوي طبعا بالزبط. طبعا ماتش قوي. بعد كده نزلت الثقة شويه. الثقه بقى طبعا لما الماتش ده ادانا ثقه فوق طبعا الخيال. طبعا على بتلعب على ملعبهم وسط بالزبط. جمهورهم ومتقدم بالزبط. عليهم 2-0 ودول الظروف كان زمانك كسبان بالظبط. طيب هل بقى طب الماتش ده مش شايف ان هو في الماتش النهائي كان ليه سبب ان الامور تبقى هاديه شويه؟ هل حضرتك كنت كسبتهم اول ماتش ممكن كانوا الوزين عليك سخنين قوي بقى وحماس وضغط؟ هم الماتش الفاينل الماتش الثالث والرابع هم مولعين علينا اصلا بالجمهور وبتاع. هم اصلا ما انا كنت كسبته يا كابتن. الماتش كان عامله كان عامله هم إيه؟ من اول الماتش ده كرهونا الجماهير اصلا خلاص كده قفل. من اول 2-2 كل ماتش بيشجعوا الفرقه اللي قدامنا. هم بيجوا عشان يشجعوا الفرقه اللي قدامنا وقلبوا علينا. بس في الاخر خالص والله يمكن لا اخر ماتشات ابتدوا يعني قال لك لا دي فرقه تحترم مستوى. الحمد لله ربنا يعني كرمنا ان احنا عملنا المباريات كلها كويسه. بنما 8-3 كسبنا العراق بطله اسيا وفرقه هايله كسبناها 3-2. كان ماتش يعني كان 2-0 وبعدين 2-2 وبعدين جبنا جون تاني. بعد كده لعبنا سلوفاكيا فرقه بطله اوروبا تكسبها 2-1 برضو. هو ده الماتش ده كان فيها يا نصعد يا ما نصعدش. فكان الماتش كان مضغوط ضغط نفسي قوي. وبعد كده روسيا طبعا ده مباراه تانية. انك زي ما حضرتك كده بتقول انك ماتش الارجنتين من 3-1 ل5-4 مع انك تبقى واقع نفسيا بين الشوطين. الولاد ابتدوا يعيطوا بين الشوطين. فانا الولاد حتى لما دخلت اوضه لبس افتكروا ان انا هزعق وهشتم وهضرب. لا فانا غيرت السيستم خالص وكنت لازم اغير السيستم. هدوء 1-2-3 ال 13 دقيقه نفسي دقيقتين فني. المحاضره اللي بين الشوطين 13 دقيقه نفسي اتكلمنا نفسيا نعدل الجيم ازاي ودقيقتين فني هنشوط على الارض وما نخليهمش يجيبوا جول. دي اهم حاجه. وفعلا ما جابوش جول غير في الاخر خالص اللي هم جابوه. كنا خدنا الجيم خلاص وكنا 5-3 وهم جابوا جول. مين من اللعيبه يا كابتن اللي كانت مؤثره معاك؟ يعني تقول لي كده مين من اللعيبه اللي كان ليهم فعلا دور وعبء كبير في الوصول للانجاز اللي احنا حققناه؟ بصراحه هم العيال يعني مش عايز اقول عيال اللي هم الرجاله بصراحه كلهم العشرة كانوا فعلا. كان الناس اللي بره ما كانتش بتلعب كتير. ما فيش كده اسمين 3-4 كده يعني ولا ما نعملش تفرقه؟ لا قول لي كده اسمين 3. لا هقول لك 5-6. قول لي 5-6. عبد الرحمن بوفن الحارس تمام. يوسف كابتن الفرقه تمام. حمو من اسكندريه تمام.
بلال هداف الفرقه، مؤمن تمام، مصطفى عبد المجيد، حد نسيت حد؟ لا كده محمد احمد، مين تاني؟ انا في لعيبه تانيه ناسيها. طيب ازيك يا محمد؟ السلام عليكم. ازيك يا كابتن محمد عامل ايه؟ طلعت محمد احمد. محمد احمد، انا قلت محمد احمد كويس. طبعا محمد احمد لاعب منتخب مصر للشباب لكره الصالات اللي شارك فيه الاولمبيات الاخيره، طبعا ببارك لك على الانجاز وببارك لك على الميداليه البرونزيه. يعني معانا بقى كابتن هشام، كابتنك وكابتن اللي كان موجود في البطوله، عايز اعرف منك بقى يعني كواليس المباراه طبعا قبل النهائي مباراه الارجنتين او الثالث والرابع، واللي بعد ما كنتوا متاخرين بثلاث اهداف حققتوا التعادل وحققتوا كمان هدفين وفزتوا بميداليه غاليه جدا في مباراه قويه. قول لي كده اهم الكواليس اللي كانت موجوده للناس ما تعرفهاش. والله احنا الشوط الاول نزلنا تحمد احنا قوي، كنا خايفين الميداليه تروح مننا وكده، فنزلنا دخل فينا ثلاث اهداف وما كناش عارفين يعني. بعد كده جبنا جول قبل ولاد هذا بالنسبه لي محمد احمد هو بعد كده قعدنا في اللبس كلنا طبعا قاعدين في الارض وخايفين كابتن يخش اكيد في حاجه يضربنا كلنا يعني. استغربنا ان هو دخل قال لنا هدوء ما زعقش خالص، وقال لنا هم انتوا دخل فيكم ثلاث اجوان غلطت منكم، انتوا باذن الله برضه تغلطوهم واهم حاجه ما يخش فيكم جول وشوطوا للجول على الارض وباذن الله تكسبوا ويلا قروا الفتحه وشجعوا بعض. يعني هو بصراحه كسبنا عشان كابتن هشام دخل لنا كده يعني، كل لو كان زعق لنا ودخل قال لنا حاجات كده زعلة كنا ممكن ننزل ندخل فينا هدف اكتر من كده، بس هو حبيتنا وقال لنا ولعبوا لعبكم وعادي يعني. يعني انت شايف، طب انا اقول لك محمد ولا اقول لك يا حمو، ايه اللي بتحبه اكتر؟ لا حمو حلو. خلاص حمو حلو. طيب يعني عايز اعرف منك برضو يعني البطوله ومفيش احتكاك، لعبتوا ماتشين في افريقيا وبعديها رحتوا يعني زي ما بنقول من الدار للنار على طول، فازاي كابتن هشام اتعامل معاكم كمان بدايه البطوله؟ تعادل مع الارجنتين 2-2 بعديها بنما، لكن خساره روسيا كانت اكيد ليها عامل نفسي سيء عليكم. ازاي كابتن هشام اتعامل معاكم علشان تخرجوا من الاحزان اللي انتم فيها وتستعدوا لانجاز هيكون مهم ليكم على المستوى البعيد؟ هو كابتن هشام كان قايل لنا يعني هما ماتشين يعتبر شوطين، احنا خسرنا شوط فاضل شوط تاني باذن الله نعوض اللي هو ماتش الارجنتين، يعني احنا خسرنا ميداليا ما نخسرش شوط تاني ميداليا تانيه، اللي هو يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل وانسوا الماتش بتاع روسيا ده وماتش الارجنتين باذن الله تنزلوا تجيبوا الميداليا، يعني اكننا ما خسرناش ماتش روسيا، هو كان بيقول لنا كده. طيب يعني تقول ايه اخيرا للكابتن هشام بعد ما انت اكيد عرفت ان هو مرشح من ضمن افضل مدربين 10 مدربين في كره الصالات؟ الله الف مبروك، هو يستحق يبقى من التصويت خلص. حمو قفل على طول، جه يبارك لحضرتك قفل على طول، بس احنا عارفين نيته، احنا عارفين نيته ان هو طبعا مبسوط لحضرتك، واحنا والله يعني فعلا والله يا كابتن انا مستمتع جدا بالكلام مع حضرتك حبيب. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ان انا الكلام تلقائي مع حضرتك، يعني انا بتكلم معاك كده فعلا عايز اعرف واعيش مع حضرتك الانجاز من اول ما بدات المسيره وبدايه انتقاء اللعيبه اللي موجودين وازاي وصلت في الاخر لانجاز انا شايف ان هو اعجاز زي ما انا بقول دايما. في فتره حضرتك مفيش مسابقه، مفيش يعني ماتشات عكس بلاد تانية، فبالتالي يعني اتمنى لحضرتك طبعا التوفيق. لكن عايز اسالك سؤال كده، ليه دايما لعيب الحداشرات في الخماسي مش بيكون على نفس القدر من المهاره اللي بنلاقيها في لاعب كره خماسي؟ يعني لعيبه الكره الخماسي ممكن يلعب حداشرات، لكن لاعب الحداشرات في الكره الخماسيه ممكن نلاقيه الموضوع بالنسبه له صعب شويه كده. دلوقتي يعني ما بقاش صعب، الاول كان صعب، الاول كان لازم تبقى مهاري قوي بالظبط، لكن دلوقتي مش لازم تبقى مهاري قوي. طب ايه اهم المميزات اللي لازم تكون عند موجوده عند لاعب كره قدم لو عايز يلعب كره خماسيه؟ لازم يستلم كويس. بس حضرتك بتتكلم على البيزكس بالظبط، البدايه يعني يستلم ويسلم كويس ويتحرك كويس، والتكنيك بقى والشوتينج والكلام ده كله بيجي مع التمرين وبيجي مع الماتشات. التكنيك غير التكتيك طبعا، انت حضرتك عارف طبعا
تكنيك الشوطه ازاي في الخماسي غير تكنيك ال 11؟ التكنيك ده كابتن ده بتاعك، التكنيك ده بتاعه. ايوه بالظبط كده. هي بتفرق في الحاجات دي، الحاجات الصغيره دي احنا علمناها للولاد دي الصغيرين. زي ما معتز قال لك الولاد دي احتكت بدري فهيبقى ليها شأن تاني. الناس الكبار دي احتكت متأخر بس خبرتهم مع الولاد الصغيرين دول ان شاء الله هنعمل منتخب كويس الفتره الجايه. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، لو حد دلوقتي سألني وقال لي انا ازاي العب منتخب مصر لكره القدم للصالات اعمل ايه؟ يعني هو دلوقتي مفيش انديه، مفيش مسابقات، لكن في بعض الانديه اللي عندها بعض الفرق اللي موجود، هل هو لازم يكون موجود؟ لازم يبقى مقيد في نادي، لازم يبقى مقيد نمره واحد. طب حضرتك بتتابع ازاي بقى اللعيبه؟ انا في ناس جات لنا ما كانتش مقيده برضه واوديناها انديه ايدت عشان شايفينها انها تيجي، منهم حسام محمد احمد برضه كانش بيلعب في حته خالص، وديناه البنك الاهلي يلعب خماسي وخدناه، ده كان بيلعب في الشارع بس. طب ازاي الناس يا كابتن تتواصل؟ مين يعني لو حد بالظبط عايز يبقى موجود ومش مقيد في حته وعايز حضرتك تبص عليه، ايه اللي يعمله؟ هل بيبقى في مثلا صفحه رسميه على الفيسبوك خاصه بمنتخب مصر سواء الاول او الشباب بيتم الاعلان عن الاختبارات مثلا او التدريبات، او حد لو حابب ان احنا نيجي نبص عليه؟ اي حد لعيب كويس شايف نفسه ان هو يقدر يلعب كره صالات، انا ناس كتير جدا بتبعت لي على الفيسبوك بتقول لي يا كابتن انا عندي كذا 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 ممكن تعالى واشوفه، بينفعش بيمشي على طول. طبعا طبعا مفيش فيها، انا على الصفحه بتاعتي وصفحه كابتن رشاد موجوده على الفيسبوك، ممكن يبعت لنا رساله ونديله ميعاد نشوفه. احنا يعني الحمد لله بخبرتنا بنقدر نشوف طبعاً. يقدر ولا ما بيقدرش. في ناس جات لنا كتير كده، وفي ناس جات لنا من الشارع وسافرت ولعبت مونديال، منهم محمد احمد ومنهم في لعيبه بنلعب في نادي الغابه، وفي ناس بتلعب في نادي وادي دجله، محمد طلعت ده بيلعب في وادي دجله، عندي من سموحه وعندي من سبورتنج، عندي من جميع انديه مصر. فاي المشكله اللي عايز يلعب واللي عايز يوصل هيقدر يوصل يا كابتن. طيب يعني انا كابتن برضو ايه، يعني الوقت بيجري مع حضرتك بسرعه، لكن انا يعني بما ان انا كان عندي جزء خاص بالكره العالميه، انت لكن انا عايز انت انا ادخل حضرتك معايا في الحوار ويعني نتناقش مع بعض. حضرتك عارف ان امبارح كان في دوري الابطال. ايوه وشفنا كلنا محمد صلاح ربنا يكرمه يا رب، ليفربول ونابولي، لكن الناس زعلانه ان محمد صلاح بعد ما بيحرز الاهداف لا يحتفل. هل حضرتك شايف ان الضغوطات اللي محطوطه عليه الفتره الاخيره من ان في انجلترا اطلقوا عليه لقب وان سيزون وندر او لاعب موسم واحد، هل حضرتك شايف ان ده نوع من انواع الضغوطات اللي محمد صلاح عايز يبين للجمهور ان انا مش في دماغي وان انا انتوا غلط في رايكم وان انا هفضل هداف الدوري الانجليزي؟ بص يمكن الرياكشن بتاعه يدل ان هو برضه لعيب مثقف. يعني في ناس بتبقى الرياكشن بتاعها او رد الفعل بتاعها بيبقى بيخلي الجمهور يقلب عليه زياده، لكن الجمهور خلي بالك الجمهور عايز يصالحه باي طريقه. يعني كل جون يجيبه الناس بتبقى فرحانه اكتر من اي حد تاني اللي هناك. بس هو لعيب وصل لدرجه من الثقافه الفنيه والمعاملات، وصل لدرجه يعني مش عايز اقول لدرجه 100%، بس هو عارف ازاي يعرف يعني بشغل احترافي. محمد صلاح وصل لدرجه عرف يتعامل مع اي حد في اي وقت في اي مكان، فهو الراجل احتفاله او عدم احتفاله ما بيسيقش لحد، لكن هو بيحتفل عايز يقول زي ما حضرتك كده بتقول ان انا بتاع كل المواسم، انا محمد صلاح اللي بكسب الفرقه، انا اللي محمد صلاح بنقلها من دور لدور، انا اللي مخلي وانا اللي مخلي الفرقه. هو مش عايز يقول هو ما بيقولش الكلام ده طبعا. بس هو عايز يفهمه ان انا اول الدوري دلوقتي وانا محمد صلاح موجود في الفرقه وانا بساعد مساعده كبيره جدا ان الفريق يوصل للدرجه دي. هو بطريقته عرف يوصل للناس ايه والناس فاهمه هو عايز يقول ايه. طيب يعني تعليق حضرتك على خساره ريال مدريد النهارده 3-0 على ملعبه من سيسكا موسكو، هو كده كده صعد لكن عنده غيابات، لكنه خسر 3-0 في وقت مكسب بيجيب مكسب، محتاج استقرار فني داخل الملعب، مش عارفين الصفقات اللي هتبقى في يناير شكلها عامل ازاي، في الدوري لسه مش من التوب 3 او مش من التلات انديه اللي في المركز اول تاني تالت. هل حضرتك شايف بما ان حضرتك كوتش كبير وراجل من المرشحين في الافضل مدير فني في العالم، هل حضرتك شايف ان في الوقت الحالي ريال مدريد محتاج مدير فني، ولا لو ريال مدريد تعاقد مع مدير فني مش هتكون فرقة على قد ما اللعيبه اللي لازم تكون موجوده مع ريال مدريد لعيبه على اعلى مستوى؟ بص انا اقول لك حاجه، يعني انا بخبرتي يعني انا شايف في حاجه اسمها سيطره فنيه. تمام. يعني انت ككوتش في الملعب عندك سيطرة فنية، سيطرة فنية دي اللي هي اللي أنت بتقوله لازم يتنفذ. أنا شايف ريال مدريد بـ يعني بالهالة بتاعته دي
بالشهره بتاعته كل، انا شايف ان اللعيبه بتادي اداء اللي هو مش مقتنعه او مش عايزه، اللي عايز يمشي يمشي يعني. انا شايف اسكو ده من احسن لعيبه في العالم، بينزل 10 دقائق ربع ساعه، حتى لما بينزل بينزل بيلعب كده لعب. احكي لك قصه على اسكو. اسكو في المباراه الاخيره الاخيره اللي كانت في روما اللي كسبوا فيها 2-0 عايز اوريك برضه شخصيه سولاري عشان ندي له حقه. اسكو في التمرين اللي قبل المباراه كان متضايق جدا وكان بيعبر عن زعله بغضب كبير جدا في التدريبات، فحصلت مشكله بينه وبين سولاري. سولاري اخذ 20 لعيب معاه للسفر لايطاليا المباراه. اسكو لاعب كبير ونجم كبير جدا وما ينفعش ان هو يروح ويطلع بره السكور. اخده وطلعه بره السكور. فبرضه سانتياغو سولاري واحد من اللعيبه اللي لعبوا في ريال مدريد لفتره طويله جدا. لكن الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه هو الاقتناع بالمدير الفني. بس كانوا مقتنعين جدا بزيدان، بس جدا بس ثقه كبيره جدا بيه ان هو يقدر يحقق بيهم كل حاجه. بالظبط. وشفنا 3 دوري ابطال يعني برضه اعجاز كروي، ما اعتقدش ان هو يكرر تاني. فعايز اعرف براي حضرتك هل ان ده جزء مهم جدا للمدير الفني واللعيبه؟ الناس كانت بتلعب زي ما حضرتك بتقول يا عمر، ان اللعيبه كانت بتلعب عشان بحبه زي ومقتنعه بزيدان ونجم، وممكن خلي بالك ما يكونش كوتش عالي صح، بس هم مقتنعين بيه ان هو لعيب كره هايل وفاهم، واللي هيقوله حتى لو غلط هينفذه. هي دي السيطره الفنيه اللي بقول لحضرتك عليها. انا حاسس ان يعني ما فيش سيطره فنيه، كل واحد بيلعب اللي هو عايزه. يعني انت كسبت ماتشين ثلاثه وفي استقرار وكلام، حتى برده الكره مش حلوه يعني. كرة ريال مدريد اللي هي السيطرة 70-80% من المباراة مش موجودة. التشكيلات بتتغير على طول، مفيش في نص الملعب ناس ثابتة على طول. تغيير مودريتش ده أنا مش مقتنع بيه لغاية دلوقتي، معرفش مودريتش ده بيخرج من الملعب إزاي أصلاً. طب أسألك سؤال تاني على مودريتش بقى، بما إن إحنا بنتكلم كده. شايف إن مودريتش يستحق الثلاث جوايز؟ شايف؟ لا أنا شايف ميسي لازم يخش. قبل ما تقولها أنا والله ما أعرف أنت هتقول إيه أهو، عشان ما حدش يقول ان احنا متفقين. لا ميسي لازم، ميسي طيب هقول لحضرتك ميسي ده في الفضاء اصلا لوحده طاير لوحده. خامس حضرتك اخذ الخامس، حضرتك مدرك يعني ايه ميسي ياخذ الخامس؟ انا مودريتش مش مدرك. طب هل حضرتك يعني انا مودريتش وحصوله على الثلاث جوائز احسن لاعب يعني مودريتش على عينه وراسنا احسن ديفندر في العالم تمام، بس مش احسن لعيب في العالم يعني. رونالدو يستحق وميسي ومحمد صلاح انا شايف، او جريزمان يعني انا شايف له مستوى الثابت في الموسم الماضي، او بنتكلم على الانجازات الشخصيه والجماعيه مع المنتخبات والانديه. فجريزمان حصل على بطولات، حصل على كاس العالم، كاس العالم حصل على افضل لاعب في اليوروبا ليج، حصل على اليوروبا ليج. لكن ريال مدريد هل جه الوقت اللي لازم ريال مدريد يغير سياسه التعاقدات، بدل ما بيتعاقد مع لاعب واحد نجم بالظبط محتاج ان هو يدعم بثلاث اربع لعيبه موجودين في الفريق؟ ده لازم، ده لازم. بس انا برضو زي ما انا معاك، ازاي ميسي ما يعني ايه الخامس؟ انت حضرتك عارف ان هم لقوا في البالون دور ان من ضمن يعني العبث اللي كان موجود ان هم واخدين تصويت واحد من الصحفيين اللي موجود في جريده في جزر القمر قفلت من 6 سنين. يا نهار ابيض، يعني دي لقوها من ضمن، لقوا صحفي تاني كاتب على تويتر ده من ترندات وتوباك، وكتب ان انا صوت لواحد 2 3 4 5 ولقيت التصويت بتاعي متغير. في الورقه متغير. فكلام واتهامات على البالون دور. حتى رونالدو انتقد مودريتش في تصريح لكوريرو ديلو سبورتا الايطاليه، قال مودريتش صديق شخصي عزيز عليا وهو لاعب جيد، لكن انا اللي استحق الكره الذهبيه. رونالدو تصريح يعني ناري. تصريحات قويه. رونالدو حضرتك عارف ان هو ما بيخافش ودايما يعني عكس ميسي اللي قليل الكلام، ميسي ما بيتكلمش كتير لكن في الملعب بيتكلم زي ما حضرتك شايف عامل ازاي برجله. لكن في لعيب بقى انا شايفه في برشلونه ده لو ده ممكن يجي يلعب مع حضرتك في منتخب الخماسي ومنتخب الاستراد، ده يبقى خطير. هو لاعب عنده مشاكل كتيره جدا، لاعب لسه مستهتر بس لاعب صغير في السن، لكن امبارح جاب هدف عالمي. عثمان ديمبلي ده بيقولوا جاب جون يعني من احسن اهداف حتى الان. ده لعيب كره قدم انا اول مره اشوف من بتكلم في برشلونه. صلاح كان، انا سمعت ان محمد صلاح كان يروح مكان الراجل ده عثمان. عثمان ديمبلي لا لسه المواضيع كلام كتير بيتقال على 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 محمد صلاح. عايز اعرف انت معلومات. لا محمد صلاح لسه طبعا يعني محمد صلاح الموسم الحالي لن يخرج من ليفربول. محمد صلاح الهدف الاول بالنسبه له ان هو يحقق بطولة عايز دوري، حلقة دوري انجليزي دوري، وده الهدف الاسمى والاكبر بالنسبه لفريق ليفربول. لكن عثمان ديمبلي نقرا في الجرايد والصحف ان التمرين الاخيره اللي قبل المباراه اتاخر على التمرين بسبب مباراه بلاي ستيشن. يا نهار اسود. فاتخصم منه 100 ألف يورو. لكن عاجبني قوي فكر برشلونه
ان هم دي حاجه ودي حاجه يستفيدوا من اللاعب فنيا والعقاب عقاب ويخصموا منه ماليا وبالتالي يستفيدوا من المبلغ اللي قدروا ان هم يشتروه بيه بالظبط كده 150 مليون يورو. فهل حضرتك شايف هيلمهم امتى 150 مليون دول؟ هيعملهم خصومات مش صعب قوي صعب بس انا شايف زي ما انت كده بتقول اللعيب ده هيبقى اسطوره بس زي ما بتقول كده لو اهتم وركز هيبقى اسطوره من الاساطير اللي جايه في الكوره. يعني شايف ان حضرتك ممكن السنين اللي جايه محمد صلاح يفتح باب للعيبه مصريه كتيره تكون موجوده في الدوري الانجليزي ولا محمد صلاح حاله محمد صلاح ده لن يتكرر؟ محمد صلاح عشان عايز ربنا اداله. محمد صلاح عشان كان مركز. محمد صلاح كان معايا صالح كان معايا امبارح صالح جمعه قال لي كنت بقعد معاه في الاوضه كنت بشوفه بيكتب في ورق حاجات ويقطع الورقه فجيت قلت له انت بتعمل ايه يا محمد؟ قال له يا صالح انا اي هدف عندي في حياتي بكتبه في ورقه وبعد ما بكتبه بقطع الورقه عشان الكتابه هي اللي بتثبت الافكار في الدماغ. بالظبط كده. فهو عقليته بسم الله ما شاء الله دي حاله يعني انا عمري ما شفت لاعب مصري بيتمتع بالعقليه عند محمد صلاح في تعامله مع كل حاجه مع الاعلام ومع الصحافه وفي الملعب وبره الملعب ومع الاولاد ومع الاطفال ومع الجمهور رائع. انت قلت كلمه يعني عظيمه بصراحه يعني الراجل كان بيشتغل ازاي وعايزين نخلي واحد كذا واحد زي محمد صلاح او عايزين نطلع محمد صلاح تاني هي دي اللي بتقول عليها انه بيذاكر بيقرا بيثقف نفسه اتعلم كام لغه صلاح عشان يوصل اللي هو فيه ده ازاي عنده ثبات انفعالي الكلام ده كله ما خدوش كده في يوم وليله ومشي لا طبعا الراجل ده درس وبيشتغل وبيقرا ومثقف وبياخد كورسات هو طور نفسه في ناس زقته في الاول بس هو عارف ازاي يطور نفسه يوصل للعالميه زي ما انت بتقول صلاح لازم يخش في الترشيحات الخمسه الاولى محمد صلاح لازم يخش في الترشيحات الثلاثه وان شاء الله هيوصل ان شاء الله ويرفع راسنا ان شاء الله تاني يعني بعد خمس دقائق او اربع دقائق من دلوقتي في لقاءات في الشامبيونز ليج في الجوله الاخيره والقرعه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه هنشوف بقى ليفربول هيقع قدام مين لكن الساعه 10 يعني بعد خمس دقائق اياكس وبايرن ميونخ في مباراه قويه جدا الاثنين بيلعبوا على المركز الاول وبالتالي هيكون مباراه فيها نديه مش تحصيل حاصل مع انهم الاثنين وصلوا خلاص لدور 16 بنفيكا وايك اثينا اليوناني بنفيكا خلاص صعد لليوروبا ليج وبالتالي هي مباراه تحصيل حاصل في مجموعه قويه شختار وليون دي مباراه مانشستر سيتي وهوفنهايم دي مباراه مجموعه مانشستر سيتي او المجموعه هتبقى ليون وشختار دي مباراه قويه جدا قوي. ليون عنده سبعه وشختار عنده خمسه الفريق اللي هيفوز منهم هو خلاص صعد مع مانشستر سيتي وبالتالي قائلين عندنا اياكس وبايرن وليون وشختار اما هوفنهايم يعني عنده امل بسيط جدا ان لو ليون فاز على شختار وفريق هوفنهايم كسب مانشستر سيتي ممكن يكون موجود في اليوروبا ليج وانا استبعد ان مانشستر سيتي يفرط في الفوز من هوفنهايم واللقاءين اخر لقاءين في المجموعه الاخيره يانج بويز السويسري مع فريق يوفنتوس وفالنسيا مع مانشستر يونايتد يوفنتوس وضعه ايه يوفنتوس صعد أول. او صعد هو مانشستر لكن يوفنتوس اول ومانشستر ابو على الاول والثاني يوفنتوس لازم يفوز علشان يصعد اول ويكون بدون ضمن. منافس ومانشستر يصعد ثاني هو يعني هو لو الاثنين كسبوا يوفنتوس اول ومانشستر الثاني لكن مانشستر اتعادل او حصل له اي دروب يبقى الثاني وبالتالي يعني هو فارق نقطتين وبالتالي كمان في المواجهات المباشره مانشستر يونايتد بيتفوق طبعا النهارده طبعا وكمان دي متعه والله وكمان في دور ال 16 القرعه بيبقى عندنا للاسف بريك في الشامبيونز ليج من نص شهر 12 لحد شهر 2 فبيبقى عندنا حوالي شهرين يعني بنحرم من متعه كرويه كبيره جدا بس احنا برضو الدوريات الثانيه برضو متعانا الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري دلوقتي الايطالي والله عشان طبعا عشان رونالدو برضو بنتفرج طبعا فاحنا برضو كده بنتمتع والله كابتن هشام كنت مبسوط ان انا موجود مع حضرتك والله مبسوط والله يا عمر والله العظيم انا مبسوط ان شفتك النهارده كمان يعني معايا مدرب عالمي بمعنى الكلمه لا مش عالمي بس حاصل على ميداليه برونزيه لا عالمي مرشح من ضمن افضل 10 مدربين في العالم وده أول مرة في تاريخ مصر تحصل فأنا فعلا بتشرف إن أنا موجود مع حضرتك استفدت جدا واستمتعت وإن شاء الله أكون موجودين تاني إن شاء الله وحضرتك حاصل على الميدالية البرونزية أو بطولة كأس العالم إن شاء الله إن شاء الله بإذن ربنا وأنا بشكرك طبعا أنت راجل محترم وذوق جدا ربنا يخليك يا كابتن وبشكر كل الناس اللي قايمة على البرنامج وبشكر قناة النادي الأهلي إنها ليا الشرف إنها تستضيفني تاني وإن شاء الله كده يعني ربنا يكرمنا ونعمل إنجازات ونيجي تاني إن شاء الله إن شاء الله بإذن شرف تنور وقناتك وبيتك شكرا يا كابتن عمر شكرا يا حبيب قلبي نشكر حضراتكم في ختام الفقرة الحوارية مع كابتن هشام صالح الحاصل مع منتخب مصر في أولمبياد الأرجنتين بيونس آيرس على الميدالية البرونزية واحد من أفضل 10 مدربين في العالم
اللي هيتم الإعلان عنهم في آخر شهر ديسمبر. بكرة إن شاء الله من الأهلي الليلة، دايما نشوفكم على ألف مليون خير. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.